يقول السائل: يوجد عندنا من ينسب نفسه إلى أهل العلم ويفتي بجواز الدراسة في الجامعات المختلطة بحجة أن حفظ النفس مقدم على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، فما حكم هذه الفتوى؟ الحمد لله، طلب العلم ليس محصورا في الجامعات المختلطة، طلب العلم ميسور ولله الحمد، فيطلب العلم في غير الجامعات المختلطة. الجامعات المختلطة حرام الدراسة فيها مع الاختلاط لما فيها من الفتنة والشر بين الرجال والنساء، والعلم ولله الحمد ميسر في غير هذه الجامعات. نعم.